السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكوا كل النهاردة. بقى زي ما قلت لكم هنلعب سولار سماش في التحديث الجديد. مش عارف بصراحة الفيديو ده ينزل لكم امتى، بس يعني التحديث لسه نازل بقاله يومين تقريبا، فينزل بقى وقت ما ينزل، بس عامة هيتأخر شوية او شويتين. اللعبة نزلت تحديث، وشكلي هحتاج ان انا ارقي في الليفل عندي او الاتشيفمنتات لليفل 40. هحتاج مهمة كمان هبقى ادور عليها كده في مواقع ثانية، بس عشان ايه جوجل بلاي يقعد. هحتاج طبعا بقى ان انا ادور عليها في مواقع، اما هيطلع اني عشان اعمل مهمة. يعني هما هنا بيقول دمر 100، انا مخلص تقريبا 31 حاجة زي كده. بيقول دمر 100 كوكب، انا دمرت 31، فاهمين؟ ادي كوكب الارض. كوكب الارض طبيعي جدا. هنبدأ بس بالاسلحة الاول، وبعديها نشوف الحاجات التانية اللي نضيف. تمام، التلج ده طبعا قديم من التحديث اللي فات، اضافوا صب اسود جديد او صب احمر بقى. يعني بصوا ده القديم كده، شفتوا؟ ونشوف مفعوله قدام الجديد بقى وانه الافضل. والله متهيألي عدلوا على الانيميشن، شكله خطير. تمام، هنا بقى كده، اوبا، يا لهوي. لا 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 لا، فرق شاسع، فرق شاسع. بصوا القديم وبصوا الجديد يا جماعة، بصوا القديم، بصوا الحتة الصغيرة ازاي، الجديد بقى دمر له المكان خالص. البرق ما ضافوش حاجة، ما اعتقدش هيعدلوا على حاجة. ايوه، القمر زي ما هو. هنا ضافوا طيارة بتيجي، هو انا مش شايفها. اهي هي اللي ماشية دي. هي بصوا يا جماعة، هو اتنين تقريبا. هو بصوا سامعين الصوت، بصوا الصاروخ بيخرج من البتاع دي وبيخبط بقى. هو تقريبا كده خلاص، اصلا الكوكب اتدمر. وضربنا شجرة كده ولا حاجة. هنا ما عدلوش مع هو ده تقريبا سلاح جديد كده كده. هو في هنا زرار تعديل. ماشي، ده موضوع هنجيله بعدين. ندخل بقى كده نشوف برضو، تقريبا في كواكب جديدة كتير انضافت. بداية عشان نبقى بس متفقين، بصوا دول، بصوا عدلوا ازاي، بصوا البتاع اللي حواليها، المجال ده ولا والله التعديل نايس. بس متهيألي مش هينفع نضربها صح؟ ده جديد، انا افتكرت حاجة جديدة. طب لو جبنا مثلا اللي بيخرم ده، والله ما حصلش حاجة. يعني محتاجة تبقى ظابطها بالظبط.
انا كده ظابطها بالظبط. تمام. أغلبية الأشياء ما ضافوش حاجات كتير يعني. لسه برضو في حاجات ضفوها بس نشوف لنا بس كده كوكب تاني بدل الليل. بدل ده. متهيألي هنا مش دايسين حاجة. دي هنا برضو دول بقى يعني، دول يعني كلهم متضافين تقريبا يعني. الكواكب دول كلها متضافة على ما أعتقد. ما كانش فيه الفاكشن ده أصلا، مش عارف رفاصيت ولا مش عارف ايه. نايس تمام. مش عارف ده وباء ضرب كوكب الأرض ولا فيه ايه. في درع جديد اتضاف. الدرع مجاله أكبر، متهيألي هي دي الحاجة الوحيدة اللي في الدرع. يعني بص ده هي حتى غطت عليه. على ما أعتقد بيخف كل شوية وبيبقى جامد في النص. نجرب كده الثلاثة دول، هل هيصمدوا؟ وأنهي واحد اللي هيصمد فيهم قدام صاروخ ممكن يدمر الكوكب كله؟ نايس. والله نهى الثلاثة، دمر الثلاثة يا جماعة. كوكب مش هيتدمر ولا ايه؟ والله الكوكب ما اتدمرش. نايس، منعوا دمار الكوكب. تمام. في هنا ضافوا حاجة جديدة، بس طبعا ليفل 15 فمحتاج ان انا اعلي الليفل. بداية كده في كلب هنا، بصوا بيطلع ليزر من عينيه على ما اعتقد، بس ما بيعملش ضرر كبير يعني. تقريبا الاتنين دول للمزاح بس. يعني هو كان عاملهم ميمز تقريبا او طريقة. بص دي هيقوم خابط مرة واحدة. فدول كده للهزار بس. ضاف حاجة تانية على المكان. بصوا لما تدوس على الصورة هنا، يعني على صناعة الكوكب الأول بعد كده على الصورة دي، هيجيب لك كوكب ملون زي كده. تقوم دايس سلكت. يعني ان انت تختار صورة يعني هيفتح لك الملفات وتختار الصورة اللي انت عايزها. فكان عندي شوية صور كده للفيديو اللي فات وحاجات كده يعني، اعتقد يعني انتوا عارفينها. فنختار لنا كده صورة مثلا لوفي من الفيديو. ساعتها كان حاطط لك وش لوفي وبيقول لك سلام عليكم. كده اعتقد اللي فاضل حاجة واحدة بس في صورة الاسلحة عشان تبقى لعبة جامدة. اللي فاضل ان نصنع الاسلحة بنفسها. حرفيا هتبقى حاجة خطيرة. طبعا يعني زي ما انتم شايفين لوفي مبتسم اهو. ممكن بعد دلوقتي ندمر لوفي ولا ايه؟
هو ده البطل اتفرجوا بقى على البطل اللي انتوا كلكم فرحانين بيه، حرفيا بيتدمر. كوكب لوفي حيث يا عم الغباء ان لوفي ما بيشغل هو بيعم الجوع من كتير جعان بقى. المفروض يتفرقع بقى، لأن كده بقينا يعني يبقى لوفي الماتشات بتاعه منع انه يتفرقع. كوكب لوفي ما بيعيش عليه بني آدمين، بيعيش عليه لوفي. الدمار المكان الدمار ايه ده؟ دي سليمان بيقول لك انت استخدمت كام سلاح؟ لو انا استخدمت سلاح واحد وبيجيب الصورة وانت ليفل كام وبيديني اكس بي والوقت قد ايه ايه ده؟ نايس، بيديك الاكس بي على ان انت تدمر الكواكب اللي هي اللي انت صنعتها. في حاجة كمان، سيب الكوكب ده عشان ما يبوظش عينينا. بس اخر حاجة ضافوها في البلانيت عامة اللي هو المكان ده، مش في التحديث كامل، اللي هي دي بقت تقدر اللي هو العادي تقدر تقيم، طبعا لو ماسك سلاح وكده تقيم عشان تضرب، وتقدر تبقى فري. فين يا جماعة الفريد دي؟ لو انت عايز تتجول في الكوكب تتجول براحتك عشان تشوف التفاصيل والى ما ذلك يعني. واول ما تعود ترجعها بس على ديك لوكس زي ما كانت وهيرجع تاني، لان انا مش عارف انا رحت فين. بس كده هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وطبعا ده مش التحديث كله، دي القسم الاول او الجزء الاول من التحديث. فبس كده هو ده فيديو النهارده. لو عايزين فيديوهات تانية من سولار سماش اكتبوا لي تحت في التعليقات، خلونا نوصل الفيديو ده يعني 150 مشاهدة. بس مع السلامة.